السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم ترافلينج أبورد. موضوع اليوم هو هذه الوظائف التي تمنح للأجانب من خارج إسبانيا عن طريق فيزا للعمل. نشرت الجريدة الرسمية للدولة اليوم قرار صادر في 6 أبريل 2022 من المديرية العامة لدائرة التوظيف العامة بإسبانيا، والتي كشف فيه عن قائمة كتلوح الوظائف ذات التغطية الصعبة للربع الثاني من عام 2022. ماذا تعني الوظائف صعبة التغطية؟ عندما يريد العامل الأجنبي القدوم إلى إسبانيا للعمل، عليه أن يلبي مجموعة من الشروط، من بينها أن يحصل على عقد عمل في شركة إسبانية، يتعين على الشركة الإسبانية، طلب تقرير من مصلحة التوظيف في المدينة يفيد بأن الوظيفة التي يريد العامل الأجنبي اشتغالها هي وظيفة صعبة التغطية، بمعنى أنه لا يوجد أي شخص مسجل في تلك المدينة يطلب الشغل بنفس الوظيفة. وعندما تحصل الشركة على التقرير يفيد بأنه لا يوجد أي شخص يمكنه شغل ذلك الوظيفة، يتم منح العامل فيزا للقدوم إلى إسبانيا. تصريح العمل: تصنيف المهنة على أنها من الصعب تغطيتها، يعني ضمن إمكانيات معالجة التصريح الأولي للإقامة المؤقتة والعمل للعامل الأجنبي، وبعد القدوم إلى إسبانيا يحصل على تصريح الإقامة والعمل. وفيما يلي نعرض الوظائف صعبة التغطية التي يمكن للعامل الأجنبي التي تقدم لها عن طريق الشركة التي تريد توظيفه. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الموضوع ديالنا، وكيف العادة ما تنساوش ابوني وتفعلوا زر الجرس وتبارطاجيو باش كلشي يستفد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.